واحدة من أكثر المزايا طلبا في خدمة واتساب قدرها قريبا، وهي إمكانية استخدام نفس رقم الهاتف على أكثر من جهاز، وهو ما توفره تيليجرام، ما يجعله منافسا قويا من هذه الناحية. وأظهرت في نسخة تجريبية على أندرويد من واتساب يمكن للمستخدم من خلاله إدارة أجهزته المختلفة التي يستخدم فيها واتساب بنفس رقم الهاتف حتى 4 أجهزة مختلفة تملكها تستخدم فيها الخدمة بنفس الرقم، ويمكن منها أيضا إزالة أي من تلك الأجهزة واستبدالها بجهاز آخر، وأيضا معرفة آخر اتصال لها بالإنترنت. والميزة ما زالت قيد تطوير والاختبار، ولا معلومات بعد عن موعد إطلاقها رسميا، لكن طالما أنها ظهرت في نسخة تجريبية من تطبيق أندرويد يعني أنها أصبحت أقرب للإطلاق بحسب ما تظهره نتائج الاختبارات والاستخدام الأولية.